طيب فبالتالي يعني نعم أستاذ إبراهيم، أنتقل إليك. كلما حدث مشكلة يذهب الكثير يعلق هذه المشكلة على المعارضة السورية، المعارضة غير فعالة، المعارضة قديمة، المعارضة تأتي بعقلية ليست عقلية الثورة إنما عقلية أشبه بالنظام. لماذا يعلق كل شيء على المعارضة السورية؟ أليس الجميع معارض يعني؟ نعم، أنا برأيي طبعا الشعب السوري في منه الغالبية العظمى منه شعب ثائر وليس معارض، وبالتالي لما تنتهي إذا رب العالمين أذن وانتهت الأزمة سوف يرجع إلى بيته إلى عمله، لن يكون معارضا سياسيا. ولكن أنا أرى أن المعارضة فعليا هي خرجت من رحم هذه الثورة، الناس اللي الآن يعني يمثلون بشكل أو بآخر أيا كانت مستوى الأداء التمثيلي السياسي لهذه المعارضة أو لهذه الثورة أو لهذا الشعب في أروقة المجتمع الدولي باسم الثورة، رغم أنه ضعيف لكن هو خرج من رحم هذه الثورة. الكثير من هؤلاء الناس كانوا في الداخل، كانوا معتقلين سياسيين أو كانوا ثائرين أو كانوا في الساحات والميادين، ثم بعد ذلك يعني كان لهم هذا التمثيل السياسي. أنا أرى أن كل المشاكل وكل البلاء وكل المصائب إن المسؤول الأول والأخير عنها إنما هو هذا النظام، وهذا الضعف للمعارضة إنما هو من سبب الواقع المأساوي الكبير، لأنه المجتمع الدولي لا يريد لهذه المعارضة أن تنجح، لا يريد لها أن يكون لها ولو مرحلة انتقالية، لا يريد أن يكون لها كيان، لا يريد أن يكون لها حكومة، لا يريد أن يكون لها أي تمثيل سياسي مؤثر يغير في هذه المنظومة الواقعة في داخل سوريا. هو يرضى بهذا النظام، رضي به 40 سنة، والآن يعني. ولكن الأستاذ بسام قال أن المعارضة يعني، وكثير ليس الأستاذ بسام فقط، نعم، كثير من المحللين السياسيين السوريين والمعارضين السوريين قالوا أن هذه المعارضة فشلت في كل الملفات التي أوكلت إليها. نعم، حتى ملف تواجدها في تركيا، حتى هذا الملف قالوا أنه فشلوا في تنظيم أوراق السوريين في تركيا. فكيف هذه المعارضة تستطيع أن تقول أنها تعبر عن الثورة؟ لأنه الإشكال بهذا الموضوع أن المجتمع الدولي هو يريد لهذه المعارضة سقف، وقد وضع لها سقف منخفض جدا، وكان الأداء لأنه فعليا نحن في سوريا كان عندنا تصحر سياسي، ما كان عندنا ثقافة سياسية في المجتمع، كان عندنا 3 جرائد يصدرها الحزب الحاكم، وما كان في عندنا غير قناة فضائية واحدة، وهذا كله ثقافتنا من هذا النظام اللي هو نظام البعث. فبالتالي احنا عندنا ضعف في هذا المجال، ما عندنا هذه الثقافة الواعية التي تصدر لنا فعليا معارضة عندها حنكة وعندها خبرة وعندها تاريخ. نحن تاريخنا السياسي ربما لا يمتد أكثر من 2011 15 3 و 18 3 2011. هذا الإشكال فيه، لأنه منذ أن انحصرت الوحدة بين سوريا ومصر وجاء أجمل عبد الناصر وصحر الوجود السياسي السوري وسحق السياسيين السوريين، ثم بعد ذلك امتدت هذا التصحر السياسي الى يومنا هذا، فعليا لا يمكن ان ينتج الشعب السوري بعد كل هذا التصحر افضل مما انتج. لذلك كان الاداء المعارض، الاداء الثوري اكثر حيويه واكثر تاثيرا واكثر نجاحا من الاداء السياسي المعارض. هذا واقع لا نستطيع ان ننكره.